بمثل هيك أحداث صارت بأسبوع واحد، برأيكم شنو لازم يلتهون الناس والرأي العام بهاي المشاكل لو مشاكل ثانية تافهة وسطحية؟ طبيعي مشاكل ثانية أهم من هاي الكارثة اللي صارت، مشاكل لازم يوجهون الرأي العام إلها. واحدة من عندهن كانت هاي، أحد الممثلين اللي تابعين للشرقية بشهر رمضان يا أخي أنت ليش تسوي شخصية الشيخ والشيبة الجنوبية مذلولة وتضحك العالم عليهم؟ حسان ما أرد أقول هو عياد راضي يا حبيبي، يعني أنت تسوي الشخصية العمارتشية وابن البصرة وابن الجنوب تضحك العالم علينا ومسوي أعشب وعاوج حلقك وعقال وهذا ويسلج، وتخلي الشخصية الغربية مع جل احترامنا لإخواننا السنة تخليه شخصية قوية ورزنة، وين تريد توصل ابني؟ ابن الجنوب الشيوخ، احنا الشيوخ الجنوب أزلام غيرة وحمية وما لفوا العارات لا من ردية، أنا الأصل والزين والعد يهواي وما جبت المطيحات من وجهي الماي، صيت أنا عالي وفوق والذمن نازل يشهد لي التاريخ غيرة ومراجل، لا تنسى أوقف عاد لا تنسى أوقف عاد واسمعها هاي، عقال رد نسوان راح السباية وصلت عز الله حنها لها. ثاني لابس شماغ أحمر، لازم كلش أكون حذر بهذه الحلقة لأنه ممكن تنحسب 400 مليار حساب، ما 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 لبست لأنه بسيرها لا لا لا، هذا بأغراض وبرسالة وبهدف وبقضية، وموضوع كلش مهم لازم باو عليه ونعوف ال 82 واحد مدري ال 130 واحد اللي احترقوا اللي قالوا عليهم بالبرلمان. هاي بالإعلام أكو شيء اسمه لفت الانتباه، اللي هو عندك حدث كلش كبير أو كارثة كبيرة بالبلد ومصيبة وأكو أكو مئات البشر راحوا وماتوا، فهاي المصيبة راح الناس راح يصير رأي عام عليه فراح تطلع وطايح حظك، فحتى تشتت الناس وتصرف انتباههم عن هذا الموضوع تروح تخلق أحداث سخيفة طائفية على مناطقية وتخلي الناس بالفيسبوك وتويتر تلتهي بيها وواحد يفشر على الثاني وترتاح إيه الحمد لله نسوا هذا الموضوع أساني بعد ما لألاقها، وهذا اللي سووه بهاي القصة السخيفة اللي ارتكبوها على عياد راضي. إنه باو إيه نعم ارتكبوها، إنه هو شنو عياد راضي يسيء إلى شماغ الجنوب، وبكل بساطة اللي هسه أنا أقدر أسوي لك إياه بمناسبة الألوان مال الشماغ ما تمثل أحد، ما تمثل الشماغ يا أخي، بكل بساطة أنا هسه أقدر أجيب لك غير صورة من نفس هاي الأعمال اللي هي قبل سنتين بمناسبة هي عياد راضي مسويها، ما أعرف ليش طلعت اليوم هالأسبوع هذا طلعت فجأة، نفس الأعمال هاي أجيب لك من عندها صورها وأطلع من عندها سوالف عكس اللي جاي يقولوا، صار لهم يومين مسويهم مسوي حفلة بالسوشيال ميديا مثلا با هاك هاي أقدر أطلع هاي الصورة ويا هاي الصورة وأقول شاهد حقد عياد راضي على شيوخ الغربية حيث يطلع شيخ الغربية خفيف ويلعب طوبة والشيخ الوسط والجنوب ثقيل ورزن، وأقدر أخذ من نفس هاي الأعمال من نفس الحلقات هاي من نفس المشاهد هذه أقدر أخذ أيضا صور أخرى وأسوي غير شيء بعد مثلا هاي وأقول آتي بعد شاهد حقد عياد راضي على شيوخ الغربية حيث يطلع شيخ من الغربية يجلد زوجته وأطفاله مثل داعش بينما يطلع شيوخ الوسط والجنوب يحاورون الأطفال، وأقدر مرة ثالثة من نفس الأعمال نفسهن أسويه بابا وأقول شاهد حقد عياد راضي على شيوخ الغربية حيث يطلع شيخ من الغربية غولتشي بينما شيوخ الوسط والجنوب رزنين وأولادهم بوسون إيديناتهم، أقدر للصبح أقول أسوي لك السوالف هاي أطلع من عندهن 20 سالفة، إذا أطب للبرلمان وأخذ صور أطلع منها 400 برنامج يصير. بس يا أخوي العزيز هذا اسمه تمثلت وشغل زعاطيط الجيوش الإلكترونية اللي يضحكون عليك بيهن، اللي يجيبوا لك صور ويرتبوا لك إياها ويخلوك تهوس بدون ما تعرف شنو السالفة، افتهمت؟ فلما يجون ناس كونوا نفسهم من الفساد والفشل والحرمنة والتذيل والتبعية والقتل بهذا النظام السياسي ويعربنوك ويسوقوا لك أنه مشكلة لون الشماغ وتعبير وجه الممثل من هو لابس الشماغ بلون معين هي أهم بالنسبة لك كعراقي من لون مخلفات الحريق وتعابير وجه ذوي الشهداء لما شافوا أحبائهم وهم مايعين على فراشهم بالمستشفى بسبب فساد وفشل وغباء منظومة سياسية كاملة وانت تتحمس للون الشماغ، فهنا المشكلة الحقيقية هي بيك مو بالنظام هذا. السالفة الثانية اللي لازم الشعب العراقي يلتهي بيها حالياً بظل هاي الأحداث هي العركة هاي. ما لكم كيف تحكمون؟ أنت يا من
تنتمي إلى التيار الصدري. بأول مرة أنا أتكلم الآن مجموعة من التيار الصدري اللي في الواقع بريء منه السيد الصدر رحمه الله تعالى في هكذا تصرفات، يجي يكتب على أنه بلي هؤلاء مضللون ويشيعون ويحللون الزنا. زين سيد الشهيد رحمه الله تعالى ما يجوز التدخين في نهار رمضان؟ ما يقول أن التدخين في نهار رمضان جائز؟ وعند مشهور الفقهاء أن هذا مفطر؟ هل يعني نخرجكم عن الدين؟ لا، هذا رأي فقهي. أكو 130 إنسان محروق مايع حرفيا على الفراش. خلاش عليكم العركة اللي صارت بهذا الأسبوع، نفس الأسبوع هذا اللي صارت بمأساة مستشفى ابن الخطيب، هاي عركة طويلة مناسبة. واحدة ما تخلف العلم لقى حل اللي هو التلقيح الصناعي. اجوا متصلين مؤمنين باعتبار احنا بشهر الطاعة والناس ما تريد توقع بالغلط، فسألوا الشيخ السيد رشيد التلقيح الصناعي حلال لو حرام؟ السيد جاوبهم حلال. أنا كأحمد البشير ما لي علاقة بهذا الموضوع، قصة دينية، أنا مو شغلي هذا. اللي صار وراء هذا السؤال والجواب، أكو ناس من التيار الصقري والممانعين سووا حملة على فيسبوك وتويتر يتعاركون بيها ويا السيد هذا، ليش تقول حلال وهو حرام؟ ليش تقول حلال وهو حرام؟ لا حلال، لا حرام، لا حلال، لا حرام، حرام، حلال، حرام، حلال، حرام، حلال، حرام، حلال. هاي العركة، هاي العركة بنفس الوقت بنفس الأسبوع اللي بيه أكثر من 100 إنسان احترق ومات بسبب الفساد، اللي لازم نعوف كل شيء وشو التلقيح النطفة إذا طبت حلال وحرام نعوف كل شيء ونسولف. بس إحنا ما جاي نعوف كل شيء، بالعكس جاي لهونة حلال وحرام. أياد راضي إيش سوى؟ شلون لبس العقال؟ شلون ضحك بالعقال؟ شلون ضحك بالعقال؟ كل هذا حتى نبطل نسولف بالكارثة اللي صارت، لأنه لون الشماغ أهم بهواي من لون الدم.